نشرت مصالح محكمة برج ماجي مختار بيومها الإعلامي ويوم إعلامي وتخصيصي بخصوص حرائق الغابات ومكافحتها في شقيها التحسيسي، وتسليط الضوء على أهم المواد التي تم اعتمادها من طرف المشرع الجزائري والتي تصل المؤبد في بعض الحالات. التغطية لأحمد طمري. ولاية برج باجي المختار ومن خلالها محافظة الغابات بحملات تحسيسية والإشراف على إنشاء لجان من أجل التدابير الوقائية ضد حرائق الغابات. تم تنظيم اليوم 8 ماي يوم إعلامي حول مكافحة حرائق الغابات من تنظيم محكمة برج باجي المختار. المداخلة تاعنا اندرجت ضمن آثار التغيرات المناخية في حرائق الغابات، وكذا التطرق للقانون 2004 الذي عدل القانون 0420 متعلق بالمخاطر الكبرى، وأين نجد حرائق الغابات من ضمن هذه المخاطر. في المداخلة أيضا تم تقديم توصيات من أجل المحافظة على البيئة والتقليل من التلوث والاستهلاك المفرط. هذه العوامل كلها تساهم في ارتفاع الاحتباس الحراري اللي هو يؤدي بصفه مباشره الى حرائق الغابات. نظمت محكمه برج باجي مختار تحت اشراف مجلس قضاء اضرار يوما اعلاميا بتاريخ 8 من ماي 2024 بمقر محكمه برج باجي مختار يوما اعلاميا للتطرق لمكافحه حرائق الغابات والتدابير الوقائيه للتصدي لها. في هذا اليوم تم دعوه مختلف الجهات المختصه من مديرية البيئة ومديرية المصالح الولائية ومديرية الحماية المدنية ومدير محافظ الغابات لإعطاء شروحات وتفاسير لمختلف الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للمحافظة على الغابات.